الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري في ثوبه الجديد زي ما بيتقال. طبعا دي الخلاصة اللي طلعنا بيها بعد ماتش امبارح. وطبعا ماتش امبارح كان ماتش صعب وفوز مهم جدا الحقيقة في البلاس 90. عندنا كلام كتير هنتكلم فيه يخص هذا اللقاء ويخص الماتش المرتقب إن شاء الله يوم الخميس الجاي. كل الملفات دي هنفتحها وهنتكلم في كل تفاصيلها مع كابتن ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق اللي بنسعد وبنتشرف وبنتنور دايما بوجوده معاك. حبيبي يا كريم، صباح الفل يا كابتن ماهر، صباح الخير. أخبار حضرتك إيه؟ أهلاوية في كل مكان حبيبي، والله الحمد لله رب العالمين، كله بخير. مفرحنا طبعا احنا في منتهى السعاده مليون في المية. صراحه مليون خلال في الفتره المية. دي من لعيبه الاهلي والاداء اللي بتتعمل اذا كان في كاس العالم للانديه او السوبر الحمد لله. انا كنت لسه عايز اسالك، تحب نبتدي من اول كاس العالم للانديه ولا ندخل على الماتش اللي جاي، ولا نبتدي ماتش امبارح، ولا تحب ايه؟ ما هو كاس العالم للانديه يا كريم، رؤيتك للمشوار بقى في النسخه دي. مشوار جميل جدا جدا خلال الفتره اللي فاتت، ويمكن قبل كاس العالم للانديه كانت الامور مصعبه، يعني مباريات فيها تعادل، الاداء ما كانش بيرتقي بمستوى لعيبه النادي الاهلي. لكن في كاس العالم احنا بنبقى مطمنين الحاجات اللي فيها التجمع خلال الاسبوع، اللعيبه بيبقوا في معسكر مع بعض، الحب والالفه بتزيد والدوافع بتزيد اكتر، والتركيز كمان مهم جدا يا كريم كان موجود في بطوله كاس العالم للانديه. النادي الاهلي اتنقل نقله كبيره جدا، واحنا كلنا راهنا على كده، لان احنا عارفين معدن اللعيبه دي، واللعيبه دي بتحب الماتشات اللي هي فيها صيت طبعا، اللي فيها اسماء، اللي فيها نجوم بهذا الشكل. اكيد. فكانت البدايه طبعا مع اتحاد جده كانت مهمه جدا بالنسبه لنا. مكسب على ذكر التركيز يا كابتن ماهر، قبل ما النقطه دي تهرب مننا، على ذكر التركيز، في ناس شافت ان مرجعيه سلسله اهدار الفرص المحققه رجع اما لعدم التركيز او قله التركيز، ده لو حيدنا كمان التوفيق من عدم، واخد بالك ازاي، او انه يبقى فيه استسهال. فانت شايف ان يعني ايه السبب الحقيقي اللي وراء هذا الكم من الاهداف المهدره، اللي لو كانت نصها بس دخل في شباك الفريق المنافس كان زمان وضعنا غير في كاس العالم للانديه وفي الدوري وفي السوبر وفي كل البطولات اللي بتشارك فيها. والله كريم عايز اقول لك حاجه، يعني الفرصه لما بتيجي المهاجم بيبقى عايز يجيب، يعني عايز يسجل، لكن بيبقى فيها توفيق وعدم توفيق بشكل كبير. لكن عدم تركيز ما افتكرش، لان البطوله دي بالذات طب تسرع ممكن، والتوفيق وعدم توفيق كمان بتاخد نسبه كبيره جدا. ليه بقى؟ لان يعني ساعات بيبقى المهاجم في وضع مثلا تشريحي مش مظبوط طبعا، وده شفناه ماتش امبارح على فكره بالظبط طبعا، فاكتر من هجمه اوقات كثيره بس جدا. بس الاستدامه يا كابتن ماهر، يعني عارف لما الكلام ده يحصل 3 4 5 مرات وارد جدا، اقول لك احنا ما كناش موفقين، لكن لما يحصل 35 مره مثلا لما اقول اي كلام يعني، لا يبقى هنا احنا عندنا مشكله، والمشكله دي فيها استدامه، يبقى لازم نشوف حلها ايه. والله يا كريم هو الراجل بيأيد، يعني على طول الراجل واقف بالورق والقلم وبيأيد كل الفرص ديت، بيأيد بالعمق، بيأيد من الاطراف، بيأيد واحد ضد واحد، بيأيد الزاويه الضيقه، بيأيد مهارات ضرب كره براس، بيأيد بيأيد وبيشتغل عليها. بس مع الاسف يا كريم انك انت كل ثلاث ايام هو الراجل مش قادر يا عيني يصلح الاخطاء دي، كل ثلاث ايام ما بيصدق موضوع الاستشفاء، ياخده واللعيبه تبدا تريح عشان تقدر تقاوم في المباراه اللي جايه، خصوصا احنا بنلعب كل ثلاث ايام. والحقيقه كل التلحمات دي سمعت جامد في ماتش امبارح، شفنا كل اللعيبه في حاله من الاجهاد الملحوظ. بالظبط، ومع هذا كمان بنحيي اللعيبه وبنحيي الجهاز، ان مستر كولر في البطوله دي ركز على ثبات التشكيل، وده اللي فرق معانا، ده اللي ادانا الشكل الجميل في كاس العالم للانديه، ده اللي وصلنا للبرونزيه. واحنا كمان مش موافقين، التحكيم كان ليه دور كبير جدا في حته ان احنا ما نروحش للنهائي، لكن سبحان الله وده قدر النادي الاهلي. لكن عايز اقول لك ان التركيز كان واضح قوي من خلال الاداره الفنيه، قبليها طبعا مجلس اداره كابتن محمود الخطيب، وطبعا ربنا يشفيه والوعكه الصحيه، والراجل بيتحمل عن نفسه هو مجلس ادارته، برضه كانوا ملفوفين حوالين اللعيبه وسافروا، وده بيدي بوش وبيدي سبورت للجهاز واللعيبه بشكل كبير جدا وجميل، لما بيلاقوا مجلس ادارتهم موجود في ظهرهم، موجود معاهم في كل في التمرين، موجود معاهم في الاجتماعات، موجود معاهم في المباريات، بيدي دفع كبير جدا للعيبه. مستر كولر كمان استراتيجيته في المباريات رجع تاني لتثبيت التشكيل، وتثبيت التشكيل احنا شفنا ثلاث مباريات اتأدوا ازاي، لما يبقى عندك ثبات في التشكيل كريم بيفرق معاك. اي نعم بيبقى في سنه اجهاد واضح قوي في مباراه السوبر اللي فاتت، لكن كان مهم جدا تثبيت التشكيل ده عشان نقدر نطلع بيه بره الامان، لان الفرقه اللي احنا بنلعبها فرقه كانت مصنفه.
فكان مهم جدا صحيح. موضوع التدوير ما كانش وقته والراجل فعلا ثبت في الثلاث مباريات وده اللي حصل. التثبيت ادانا الشكل ادانا الاداء ادانا مكسب وادانا البرونزيه الحمد لله 400 اللي احنا المره الرابعه على التوالي ما فيش فرقه في العالم حققت هذا الانجاز زي النادي الاهلي. وسبحان الله كمان يا كريم بعد كل ده والاجهاد ده نطير على ابو ظبي عشان نبدا السوبر. ما فيش يوم راح درجه ان احنا طلبنا من اتحاد الكوره ان احنا بس ناجل يوم الاثنين للثلاث. ليه بقى ماتش زي بتاع امبارح ده ما تاجلش؟ قالوا بقى اتحاد يعني الكوره يعني الجهه المنظمه للبطوله المستحدثه دي ما عارفه كويس قوي النادي الاهلي فين وبيعمل ايه بالظبط. واحنا كنا نتمنى يوم بس يوم اليوم اللي خدناه في مباراه بطل اليابان شوف الاداء كان عامل ازاي. يوم بس مستر كولر ريحهم راحه سلبيه خالص مفيش تمرين ولا جري بس كويس ان احنا المره دي عندنا يومين قبل ماتش الفاينل بتاع السوبر. وعايز اقول لك كريم برضك زي ما انت قلت تفضلت ان بان قوي علينا في مباراه سيراميكا. اي نعم بنحيي سيراميكا طبعا بادائها وجهازها الفني في ادائهم عملوا جيم قوي امبارح كانوا قوي جدا قدام النادي الاهلي. لكن طبعا خبره النادي الاهلي واصرار اللعيبه ازاي اللعيبه تدوس على الجهاد ده ازاي اللعيبه تتحمل الاجهاد ده ازاي اللعيبه يبقى عندها صبر على الاجهاد ده. بس مش كان في تاتش عنف كده ملحوظ في ماتش امبارح من لعيبه سيراميكا اثنين تحديدا منهم كان واضح جدا وكمان الحكم يعني ما حماش لعبتنا يعني كان فيها حاجات فيها ازاء انذار وبعدين تكررت كمان يعني بعد كده برضه خبطه تاني كان ممكن كانت احمر طبعا. فيعني سبحان الله قدرنا احنا في التحكيم اذا كان الخارجي او الداخلي بنعاني بشكل كبير جدا. لكن عايز اقول لك يا كريم لعيبه النادي الاهلي يعني احنا هنقضي اللي فاضل من اعمارنا يا كابتن ماهر بنشتكي من التحكيم ونقول انه كذا وعلى فكره وفي وسط الشكوى تلاقي ناس طلعت لك وتقول لك ما معناه يا عم بقى بطلوا النغمه دي والشماعه اللي بتدور وحاجات زي كده. لا وحاجات كلها واضحه يعني 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 مش احنا بس ده احنا المحللين والراجل الجماهير والراجل اللي بيتفرج على الكافيه كل ده اجمع ايه التحكيم ده؟ ايه الخبط على لعيبه النادي الاهلي؟ وهي دي سنة الحياة كريم برضه خد بالك انت بطل جاي المرة الوحيدة اللي الناس وقفت فيها عند فكرة التحكيم بس باستحسان وبلطافة كانت في اللقطات اللي جمعت الحكمة الأمريكية مع محمد الشناوي يعني ما وقفوش بقى عند كيفية إدارتها للمباراة وقال لك بص بالظبط يعني برافو عليها كانت شاطرة وبصراحة عملت ماتش حلو عملت مباراة ممتازة طبعا ومن يعني من أفضل الحكام اللي كانوا موجودين في الدورة. وبعد خرجنا احنا بقى طبعا بسيناريو تاني مع محمد الشناوي واخد بالك والتعاطف معاه و طيب قبل ما اتكلم مع حضرتك في تفاصيل ماتش امبارح مع الاهلي وسيراميكا اعتقد انك تابعت اكيد الماتش اللي قبليه مودرن فيوتشر مع بيراميدز شفت الماتش ده ازاي وركلات الترجيح الماراثونيه 14 13 بالتالي الحاجات دي ما بتحصلش كتير السكورز الكبيره دي مش كده؟ ما بتحصلش غير في اوروبا عندنا يعني مش لكن كتير. لكن انا بحيي طبعا الفرقتين بحيي الجهاز الفني انه اشتغل على الحاجات الثابته اشتغل على ضربات الجزاء ودي خد بالك كريم مهاره من ضمن المهارات اللي بيشتغل عليها لان ساعات زي ما حصل كده الوقت الاضافي بيخلص والوقت الاضافي التاني بيخلص فهيضطر نروح لضربات الجزاء. فطبعا واضح قوي الاثنين المدربين اشتغلوا عليها بشكل كبير جدا لدرجه انها وصلت 14 13 فدي بتاكد ان برافو عليهم كجهاز فني وبرافو على اللعيبه كمان ان عندها الصبر والتركيز ان هي تتقن المهاره ديت وتقدر تسجل من خلالها هدف. سكور عالي قوي 14 ل 13 بنحيي الفرقتين بصراحه تحسوا بقى ماتش هاند بول وحلاوه الجيم بصراحه في ضربات الجزاء طبعا يعني شفنا طبع. شفنا ضربات متنوعه بشكل كبير جدا من اللعيبه في زوايا مختلفه في التركيز في علو الكوره كره على الارض كره فوق يعني حاجه كده والعرضه كان حضور نفس الكلام فعايز اقول لك يعني بصراحه شدونا بشكل كبير جدا الفرقتين وبنحييهم على الاداء اللي هم ادوه وده طبعا مهم جدا كريم ان احنا نظهر طبعا بعراقه الكره المصريه واحترام الكره المصريه في دوله الامارات اللي احنا بنحييها من خلال برنامج طبعا ان هم بيستضيفوا السوبر بقاله يمكن خير استضافه الحقيقه ست سنوات على التوالي فده بياكد بصراحه نجاح البطوله والشعب الاماراتي كمان اللي بيستمتع بالكره المصريه وعلى راسهم طبعا وجود النادي الاهلي اللي بيعمل حاله كبيره جدا في دوله الامارات. جماهير النادي الاهلي موجوده بشكل كبير جدا كالعاده كالعاده صراحه لو ماتش يعني بيتلعب في مدغشقر هتلاقي اهلاويه قاعدين في المدرجات والله يا كريم ظاهره كونيه غريبه دي يا كابتن ماهر في كل حته سبحان الله للدرجه دي الاهلاويه منتشرين في الكوكب كله والله يا كريم جدا. وانا عايز اقول لك انا كنت مع كابتن اسلام وبقول له طول ما احنا بنكسب
طول ما القاعده اللي طالعه اهلاويه شايفه الاحمر هو والعلم فبيضطر ينضم ليك. فكنا بنتكلم على مثلا 45 مليون 40 مليون، لا النهارده بنأكد ان احنا بينا 70 مليون اهلاوي بصراحه، لان القاعده اللي تحت طبعا بقت ما شاء الله دوله لوحدها طبعا. فالاهلي في صحيح. كل مكان جماهيره رقم واحد، بيدولك الثقه بقى من اول ما بتنزل المطار بيستقبلوك، وبعدين في التدريبات بيستقبلوك في الفندق بيستقبلوك، وبعدين في المباريات كمان. والحاجه الجميله كمان يا كريم انك انت بتسيب بصمه وانت ماشي للمصريين الموجودين في السعوديه، اهالينا رافع راسه طول السنه يا نهار ابيض على خفه الدم المتبادله بين الجمهور المصري الاهلاوي والسعودي والجمهور السعودي ولا سيما اتحاد جده. بالظبط ايه خفه الدم المتبادله ما بين الطرفين دول. يعني عملوا لنا حاله جميله طبعًا جدا الفرقتين، هنا شعار وهنا شعار طبعًا. وهنا والكبسه في مقابل الطعميه بالظبط طعميه يعني حط مقارنات كمان باكد لك ذكاء جماهير الاهلي والسعوديه في 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 كره القدم، الكره الشعبيه اللي هم بيحبوها. وبعد كده سندونا يعني بعد كده بقى بيسندوا النادي الاهلي في المباراه اللي بعد كده، وهي دي حلاوه طبعا الشعوب العربيه والالتفاف الجميل صحيح. حوالين كره القدم طبعا الكره الشعبيه اللي الناس كلها بتحبها يعني. طيب تعال نرجع بقى مره ثانيه لماتش امبارح الاهلي وسيراميكا كليوباترا واللي كان ند وخصم قوي جدا. مين اكتر حد خد عينك وانت بتتابع ماتش امبارح وخد عينك باستحسان؟ امام عاشور يا كريم. امام احنا بنراهن عليه من ضمن الصفقات بصراحه اللي ربنا كرمنا ووفقنا فيها بشكل كبير. امبارح المعلق قال لك هي دي الصفقات. حقيقي طبعا يعني انت النهارده اولا كمان بيحسب لمستر كولر النص ملعبك اللي كنا بنتباهى بيه وبنثق بيه وتملي بنراهن عليه السوليه وديانج وحمدي فتحي، الثلاثه مش موجودين صحيح. فسبحان صحيح. الله انك انت بسرعه تعمل ثلاثه غير النجوم الكبار دول وغير عمالقة وسط الملعب بهذا الشكل. في ناس كتير وقفت عند غياب ديانج تحديدا. قال لك ليه ديانج ما كانش موجود في ماتش امبارح؟ ممكن يكون ديانج في الفترة اللي فاتت دي مش هو ديانج اللي يعني اللي احنا اتعودنا عليه في التغطية والميلان والانقضاض والدبابة والتصويب الخارج ال 18 والانطلاق حوالي ورا المهاجمين. حسينا ان ديانج المستوى نزل بيه شويه، عشان كده الراجل عامل البديل زي ما بقول لك ثلاثه بدلاء يعني على اعلى مستوى. مروان دخل وكوكا كمان طبعا اللي احنا بنحييه الولد الناشئ اللي بيثبت وجوده بشكل كبير جدا، وامام الصفقه اللي عملت لنا كريم عملت لنا يعني لما يبقى عندك صفقه بالشكل ده بتدي لك ثقه وبتدي لك انتعاشه، وكمان صفقه مميزه في نص الملعب، وكمان لما بيزيد مع المهاجمين بيجيب جوال. طبعا لا امام بصراحه يعني فامام لعيب لفت نظرنا من اول ما جه، وخساره كمان ان احنا ما كانش معانا رضا سليم لسه هقول لك برافو عليك لسه هقول لك يعني رضا كمان مفتقدينه جدا صراحه حقيقة. يعني من ضمن الحاجات برضك اللي عملت لنا فعليه في التلت الهجومي عنده السرعه وعنده المهاره واحد ضد واحد وعنده احراز الاهداف، وبعدين قوي وسريع ونشيط وتحسه كده ان ابن النادي الاهلي متربي في النادي الاهلي صحيح. فدي برضك من ضمن مميزات الصفقات اللي مستر كولر والكابتن محمود الخطيب قدروا خلال الفتره اللي فاتت تحس بالولاد نوعيه النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي طبعا. اضافه للنادي الاهلي كل اللي حضرتك بتتكلم عنه ده انا سرحت للحظه لقيته ينطبق بحذافيره على علي معلول. ايوه علي معلول تحس ان هو فعلا بالمعنى الحرفي مولود في النادي الاهلي لاسره مصريه بالمناسبه كمان حتى مش تونسيه يعني اكتر محترف يا كريم جه بصراحه وشد انتباه مش الاهلاويه بس في الفتره الاخيره كابتن ماهر برضو البعض من الناس قال لك هو معلول الا جرى هو المستوى قل سيكا ولا بيتهيأ لنا، فتلاقي الرد عملي من علوله الماتش اللي بعديه على طول. ما انا بقول لك الاستشفاء في حاله بس اليوم بيفرق مع اللعيبه بشكل كبير. علي معلول كان محتاج حاجه زي كده يعني علي عيني بين منتخب تونس والحقيقه كلهم محتاجين وبين النادي الاهلي وبين افريقيا وبين كاس العالم وبين الدوري وبين فعلي معلول كتر خيره. ومع هذا كمان يعني بعض الناس تقول لك ايه لا كفايه قوي على علي نجدد له سنه، ما ينفعش يا جماعه علي مش اقل من سنتين لان علي لسه عنده وفرصه كمان طبعًا. ان الولد الصغير الخبرات التراكميه اللي موجوده عنده دي ما طبعا ليها والولاد اللي طالعه كريم تستفاد منه يعني كريم دي بيسي ده محتاج واحد زي ده يتعلم منه، فانت النهارده فرصه جايب له الخبره موجوده معاه
في التمرين واخد بالك وقعد على الدكه وشايفه وبيتعامل معاه وعلي كمان من النوع اللي هو حبوب يعني يعني بيميل على الواد الصغيرين وبيحاول ان هو يديهم خبرته ويتكلم معاهم. هو شخص رائع مش مجرد لاعب رائع الحقيقة. مش هو بس كمان مش الشناوي شفناه في المباراه اللي فاتت اللقطه اللي جت طبعا الانفراد اللي شاله الشناوي الشناوي بيعتبر من الحراس العمالقه اللي كتبوا اسمهم في تاريخ حراس النادي الاهلي على مستوى الاجيال اللي فاتت والاجيال القادمه. صحيح. شوف لما حس ان هو مش قادر يكمل كريم شاول وشوبير وقعد يقول له سخن خمس دقايق يعني وبعدين لما نزل شوبير حضنه ازاي قياديه جدا كل الحاجات دي بتدي لك طمانينه ان النادي الاهلي فعلا مؤسسه في حته تاني. النادي الاهلي بالخبرات اللي موجوده والانجازات اللي بيعملوها والحاجات الجميله اللي الاولاد بيقدموها لنا. عايز اقول لك يا كريم ان الجيل ده اكتر جيل حصل على بطولات في تاريخ كره النادي الاهلي من 1907 لحد يومنا هذا. الجيل ده اكتر من جيل ابو تريكه وعماد متعب اكتر من جيل ابو تريكه واكتر من جيل السبعينات ما شاء الله بيحققوا خمس بطولات في سنه. فده يعني انجاز واعجاز بصراحه. فالجيل ده هيتسطر اسمه في تاريخ النادي الاهلي. انا في رايي مش هيتنسي هيفضل على مدار السنين الجيل ده مذكور في ذهن جماهير النادي. طب حضرتك قلت لي امام عاشور لما سالتك على اكتر لاعب في النادي الاهلي خد عينك باستحسان. طب العكس بقى مين من لعيبه النادي الاهلي امبارح حسيت ان هو ما كانش موفق قوي ولا الكلام ده ما ينطبقش عليهم؟ لان الاجهاد واضح يا كريم على الكل. يعني الاجهاد واضح على الكل درجه الشناوي تعور ياسر تعور محمد منعم ما كانش تاون الفرصه اللي ضيعها يعني حتى الشحات لما نزل. فاحنا عذرينهم بصراحه يعني موضوع الاجهاد ده احنا عشناه وحسيناه. ولما تبقى موجه ده كريم صعب جدا انك انت تأدي بالمستوى اللي انت كنت موجود عليه قبل كده. جميل. طيب هستاذنك نقف عند النقطه دي ونطلع فاصل سريع ونرجع نكمل دردشه. اتفضل. كل حضراتكم من جديد. خلونا بقى نتعرف سوا على رؤية وتوقعات كابتن ماهر همام للماتش اللي جاي ان شاء الله يوم الخميس الجاي. وطبعا كلنا اكيد عاملين حسابنا ان احنا هنتفرج على ماتش مش هيكون بالسهولة اللي البعض متخيلها، لان هو برضو هو الاخر ند قوي وخصم قوي وعنده لعيبة مميزة وتحت قيادة البرتغالي ريكاردو هو برضو مدير فني متميز. توقعاتك مش كنتيجة وارقام وكده، انا بكلمك رؤيتك للماتش ده هيمشي ازاي بشكل عام. زي ما تفضلت كريم فعلا مباراة هتبقى صعبة لان البطولة كلها عامة فيها شيء من الصعوبة. افضل اربع فرق موجودين في النسخة بتاعت العام الماضي الاول والتاني والتالت والرابع في المربع، وده حقهم لان هم السنه اللي فاتت فعلا تعبوا وعملوا مباريات فعلا تليق بمستوى كل فريق. انا شايف الراجل في المباراه الاولى مع سيراميكا ريح بعض النجوم يا كريم. تتكلم على كولر؟ كولر احنا بالنسبه لنا بقى ايوه فالموضوع الراحه ده يفرق معانا في المباراه النهائيه. زي مثلا كهربا كان موجود في البدلاء، حسين الشحات اصابه ياسر، دخول رامي بردك عمل التوازن بشكل كبير. طبعا نتمنى الشفاء العاجل طبعا للشناوي مهم جدا الشناوي. لكن لو مش موجود مصطفى شوبير انا شايف عندنا ثقه كبيره جدا فيه، وحتى ثقه الراجل في مصطفى وشفنا في الدوري الوداد نعم وفي ماتش الوداد كمان ماتش كان الوداد طبعا بصراحه طبع. فمصطفى كمان بقى يطمننا بشكل كبير. فحته ان النجوم تبقى موجوده ما شاركتش الا في اخر 10 دقائق او ربع ساعه من مباراه سيراميكا، ده برضك بيدي لك نوع من الاستشفاء، نوع من الارتياحيه ان النجوم ترجع لمكانها في المباراه النهائيه. حلو. ده على صعيد جاهزيه لعيبه النادي الاهلي. تعال نقف شويه ونتامل كده المنافس بقى، يعني انت ايه اللي شايف، ايه الحاجات اللي تقلقك في مودرن فيوتشر؟ ايه الحاجات اللي لازم نبقى واخدين بالنا منها كويس قوي وعاملين حسابها كويس قوي وجاهزين لها كويس قوي؟ يعني هي مباراه طبعا هتتحس في الاخر اللي هيكسب هياخد البطوله. فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا من التوازن، هيبقى في توازن دفاعي بالنسبه للفيوتشر، تامين خطوطه في اول ربع ساعه وثلث ساعه ان ما يجيش فيه جول. دي بتديله ثقة ان هو يقدر يبادل النادي الاهلي، يقدر يجاري النادي الاهلي طوال المباراة. احنا مطالبين ان احنا نسجل هدف في بداية الشوط الاول ربع ساعة وثلث ساعة تدينا ثقة وتفتح لنا الجيم بشكل كبير. لكن طبعا المباراة زي ما احنا عارفين يعني حتى في الدقايق الأخيرة النادي الاهلي قادر ان هو يقدر يسجل، وزي ما عودنا
النادي الاهلي في اخر دقيقه في الوقت الضايع، اخر دقيقتين، اخر ثلاثه، ممكن نقدر نجيب جول، وده اللي حصل في الماتش سيراميكا. لكن برضك هم عندهم لعيبه مهاريه، عندهم لعيبه مميزين، عندهم دوافع كمان هو ياخد البطوله. طبيعي، طبعا بيلعبوا ماتش نهائي قدام النادي الاهلي وبطل القرن وبطل افريقيا. صحيح. فيهمه جدا ان هو يعني يبقى ند بشكل كبير، هو حق مشروع الحقيقه، حق مشروع. بس فكرك ممكن يبقى الجيم مقفول، يعني لو 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 خدنا في الاعتبار اللي هم عملوه في الماتش اللي فات مع بيراميدز، المباراه كانت مخنوقه الى حد كبير. يعني الدنيا ما فكتش غير مع ضربات الجزاء، يعني ضربات الترجيحيه. لكن ممكن ده وارد السيناريو ده يكرر في الماتش اللي جاي. وارد، وهو هيعتمد على كده، هيعتمد على الكونتر اتاك. يعني يقول لك ايه، النادي الاهلي انا لو فتحت خطوطي مع ثلاث خطوط النادي الاهلي، النادي الاهلي اقوى. ده اللي عمله سيراميكا معانا امبارح. بالظبط، النادي الاهلي عنده خط هجوم يقدر يعني يتفوق اي دفاع بشكل كبير جدا لو مش منظم. على ذكر خط الهجوم يا كابتن ماهر، طبعا حضرتك سيد العارفين، واكيد بتسمع بقالك فتره الاصوات اللي بتتعالى كل يوم والتاني بتطالب اداره النادي الاهلي والقائمين على الكوره في النادي الاهلي بجلب مهاجم صريح. في المقابل ممكن تلاقي وجهه نظر تانية بتقول لك طب ما انت عندك اكتر من لاعب، حتى لو ما كانش ده مركزهم اللي يعني اللي بيلعبوا فيه، لكن نقدر نقول على كل واحد منهم على حده ان هو قائم باعمال المهاجم، انجاز التعبير. انت شايف ايه في النقطه دي؟ انا معاك، قائم باعمال المهاجم زي كهربا عنده ما يكفي من بالظبط كده. يعني كهربا قائم باعمال، ينطبق عليه نفس الكلام. قائم باعمال المهاجم، لان كهربا عنده من الخبرات وعنده من الثقه وعنده من المهاره انه يقدر يلعب في المكان ده، بس مش باستمراريه يعني. يعني يروح يأدي فيه وبعدين يرجع لمكانه اذا كان بيجي من تحت او اذا كان ناحيه الجناحين. لكن كراس حربه كهربا بيحاول على قد ما بيقدر، خبرته في المكان ده من ناحيه التسليم والتسلم، من ناحيه المساعده المسانده، من ناحيه المهاره، من ناحيه الاسيست، من ناحيه انه هو بيقف في المكان اللي المفروض يقف فيه، اللي بيقف فيه اللي هو بيتوقع ان الكره تيجي فيه. رد الفعل من المدافعين لما بيخطئوا، رد الفعل من المدافع لما بيخطا. دي مميزات كهربا، لان كهربا من اللعيبه اللي عندها خبرات ما شاء الله بصراحه بشكل كبير جدا، وبيقدر يفيدنا بذكائه في المكان ده. صحيح. لكن احنا كريم محتاجين راس حربه، راس حربه. ده جاب لنا ضربه جزاء بمعفرته بس في كاس العالم للانديه. بالظبط، يعني ذكائه. لكن في اوقات الدنيا بتقف، في اوقات التكتل الدفاعي ده بيبقى الدنيا مخنوقه، صعب على كهربا يقدر يفوت من واحد يلاقي الثاني تلاقي الثالث، الدنيا قريبه من بعض. لكن وجود راس حربه، وجود راس حربه مواصفات النادي الاهلي هيفرق معانا بشكل كبير جدا 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 بصراحه، هيفتح لنا حاجات كتيره ويقدر يسجل لنا اهداف. وفي نفس الوقت كمان احنا كمان مطمنين، مش قلقانين. احنا دلوقتي بنفضل قاعدين، يا هل ترى كهربا هيبقى موجود، صلاح محسن، الراجل بيجرب طاهر ساعات في المكان ده. فكل الكلام ده طبعا اللعيبه بتجتهد، لكن ما بتقدرش تأدي كدور راس الحربه، كراس حربه صريح موجود في المكان ده. طيب في التشكيل اللي حضرتك تفضلت من شويه وقلت ان كولر شبه مثبته في الفتره الاخيره، هل عندك اي تحفظات متعلقه بالتشكيل ده كاسماء وكمراكز؟ يعني هل في دماغك مثلا او ما فيش مره عدت عليك لحظه حسيت ان هو لا لو حط سين بدل صاد هتفرق معانا كتير؟ لا، هو الراجل ما شاء الله عشان موجود في المطبخ يا كريم، والراجل بيتعامل معهم بشفافيه وعداله بصراحه يعني، وبيدي كل واحد حقه، والراجل بيطلع يصرح يقول كده يعني. اللاعب المجتهد اللي بيسمع كلامي بينفذ تعليماتي هو ده بيبقى رقم واحد موجود عندي. وكل اللعيبه دي طبعا لعيبه خبره ولعيبه يعني مر بالتجارب دي بشكل كبير، فمركزين جدا مع الراجل. والجانب النفسي الراجل معاهم بيتعامل بشكل كبير، لانك انت خلاص التدريب وفتره التدريب والتجهيز دي خلاص خلصت. لكن العامل النفسي بقى في الحاجات دي هو اللي بيبقى ليه دور كبير جدا من مستر كولر في تعامله مع اللعيبه. فانا شايف الاماكن الحمد لله بقت موجوده. يعني محمد هاني بصراحه هنتكلم على الشناوي، ربنا يشفيه طبعا الشناوي في حراسه المرمى، لكن لو مش موجود الشناوي يهمنا يبقى موجود طبعا في مباراه زي ديت. لكن لو مش موجود احنا عندنا ثقه كبيره جدا في مصطفى شوبير ان هو ان شاء الله يعني يحرس مرمى النادي الاهلي، وباذن الله يعني قدها وقدود زي ما بيقولوا. يعني محمد هاني
ماشي بصراحه بخطوات جميله جدا جدا في المكان بتاعه. بيأدي ومن الناس اللي بتتحول يعني، هو كده كده لاعب راجل ومتحمل مسؤوليه في كل الاحوال، لكن بيجي في بطوله كبيره زي كاس العالم للانديه بيتعملق اكتر. ونفس الكلام من زاويه تانية مع اختلاف المراكز، حسين الشحات بالظبط يعني تحسه في الدوري حال او كوم، لكن في كاس العالم للانديه لا وضع تاني خالص. بيحب حسين مونديالي، بيحب بيحب الاجواء دي، بيلاقي نفسه بشكل كبير ده جدا. هو سجل في المونديال ايام ما كان مع العين الاماراتي. برافو عليك يا كريم. طبعا الحاجه الثانيه كمان النهارده يعني اتولد لنا بقى ياسر ابراهيم، وانا يعني انا طبعا مشفق عليه في الاصابه اللي فاتت دي، انا كنت يهمني يلعب مباراه السوبر القادمه، لان ياسر نضج بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت، وعمل ثنائي مع محمد عبد المنعم، ثنائي جميل، والثنائي ده انا شايفه هيطلع من النادي الاهلي لمنتخب مصر، يعني حتى كمان مستر فيتوريا هيفكر بشكل كبير جدا في ياسر، هيبقى الاثنين كمان اكتر من حجازي، لان ياسر رجليه وموجود وفت وجاهز لكن حجازي لسه بيجهز. فيعني نتمنى طبعا يكون الاصابه دي اصابه خفيفه لياسر ويعود مره تانية بسرعه. علي معلول طبعا في المكان بتاعه لا غنى عنه، طبعا محمد عبد المنعم مكسب كبير جدا. انا شايف امام، وشايف مروان عطيه كمان اللي بيأدي دور كبير جدا في نص الملعب، بيلعب بروح الحقيقه أوي قتاليه أوي. عاليه. وكوكا المكسب اللي احنا يعني كسبناه مستر كولر اضافه خلال الفتره اللي فاتت ديت اضافه جيده، الولد بيأدي اللي عليه، ويمكن في مباراه المباراه افتكر اليابان او الليبيه خد احسن رجل للمباراه. وبعدين عندنا بقى طبعا تاو، عندنا كهربا، وعندنا حسين الشحات. انا شايف ان هو ده التوليفه اللي مستر كولر بيعتمد عليها بشكل كبير جدا، ويمكن دخول رامي مكان ياسر هو ده التغيير او التدوير او اللعيب اللي هيضاف للمجموعه دي خلال الفتره مباراه القادمه ضد فيوتشر. يكونش مودست حد عامل له عمل، ايه حكايته؟ يعني اولا بدايه كلام مفيش اختلاف على ان هو لعيب مميز وقوي وعامل شغل كويس قوي في الدوريات اللي شارك فيها قبل كده، وبالذات في الدوري الالماني. وبطبيعه الحال اكيد المسؤولين في النادي الاهلي يوم ما ياخدوا الخطوه ويجلبوا لاعب اجنبي اكيد بيبقوا عملوا كل الدراسات اللي تستحق ان هم في الاخر يشاوروا عليه ويقولوا احنا عايزينه. فالنادي الاهلي عمل اللي عليه فيما يتعلق بهذه النقطه. مودست بقى ايه؟ مش قادرين، عارف يا، مش قادرين نحط ايدينا على مودس، مش قادرين نقول ايه، هل هو فعلا مهاجم اللي النادي الاهلي كان بيبحث عنه؟ هل هو زي ما الراجل قال طويل القامه؟ موجود. 185 متر؟ موجود. السرعه ما يعني ما حسيناش لسه بالسرعه. القوه في قوه. احراز الاهداف؟ لا، عنده سجل من احراز الاهداف طبعا. طبعا حاجه طبعا جميله، واهداف يعني فلوس كمان على فكره، سبحان الله. لكن ما تعرفش بقى يعني الكيمياء بتاعته مش ماشيه معانا، او انا هو برضك مش محظوظ يعني. بس الحكايه مطوله يا كابتن ماهر، يعني الموضوع طول. بالظبط. طبعا الموضوع طول، وعايز اقول ان هو خد فرصه واثنين وثلاثه. اي نعم الوقت مش كفايه يا كريم، لكن هو بياخد فرصه. بيبان بقى في الوقت اللي بياخده ده، بتبان بضاعته بقى، بتبان امكانياته. هو الاكيد ان هو عنده بضاعه، يعني مفيش حد بيشكك في انه عنده، بيملك البضاعه دي. طب اعرضها لنا بقى. ما تعرفش بقى، هل السن في حته الباور برضه تحس بحته بطء بسيط يعني. مفيش برضك، انت عارف المكان ده عايز باور، عايز فرود يكون بيتحرك ناحيه اليمين ناحيه الشمال. طب. سريع، بيلتحم، اسيست، محطه، بيلعب رجليه الاثنين، بيجيد العاب الهواء. يعني احنا فترات كتيره جدا محمد هاني عمل كورسات بينشن عليه. معلول طبعا بيتقن الكروس العرض ده، بينشن عليه. يعني كمان عايز اقول لك ان ايه، ان احنا كمان تعليمات مستر كولر حاولوا يساعدوا الراجل ده. حتى قفشه لما بينزل يروح يلعبها له هاف كروس عنده، هو يلعبها له عند رجليه. يعني كهربا بيقرب منه عشان يبقى فيه دبل باص ويقدر حد بيساعد. لكن سبحان الله هو يعني ما شدش انتباهنا، يعني هو يعني ما صممش، او الصفات الارضيه عنده لسه ما ظهرتش، ما قدمش اوراق اعتماده. يعني ما قدمش اوراق اعتماده ان انا، لا انا المهاجم فعلا اللي ان شاء الله هترهنوا عليه، انا لا المهاجم فعلا اللي استحق ابقى موجود خلال الفتره اللي جايه. كل الاحساس ده ما حسيناش بيه. وبعدين مش محظوظ، اتعور في السكه.
مش محتاجه بقى موضوع يعني انا اتعور كمان عشان ما اتعطلش اكتر. فبرضك مش محظوظ انه موضوع الاصابه دي. ظاهره البلاس 90 اللي بقت مرتبطه ومقترنه في الفتره الاخيره بالنادي الاهلي واللي جننت ناس كتير جدا، مرجعيتها ايه في راي حضرتك؟ هقول لك بقى مرجعيتها ايه. يعني نرجع بقى لجيلنا احنا، جيل السبعينات. قعدنا كده يمكن نص المباريات اللي كنا بنلعبها في الدوري بنكسب في الوقت ده. فجماهير اهلي علق تعليق جميل جدا، قال لك ايه يا عم وهيفضلوا يغلبوني انا حاجة اخر ربع ساعه. ايوه بالظبط كده طبعا. حقيقي والله زي عشان دي ربع ساعه للاهلي بيخلص فيها. حتى وسائل الاعلام كتبت وقالت جماهير النادي الاهلي يعني خلاص، يعني الظاهره دي موجوده من وقتها، متوارثينها من جيلنا احنا. طبعا يمكن جيل الستينات ما اتفرجناش عليه والخمسينات ما اتفرجناش عليه قوي، لكن ممكن تكون كده برضك. فسبحان الله بدات من عندنا احنا. بس هي بتدل على الاصرار والعزيمه طبعا، وعلى الامل اللي بنفضل متمسكين بيه لغايه اخر ثواني في اللقاء. طبعا. وخد بالك يا كريم كمان الفرق الاخرى بدات تعمل حسابها، يعني في اخر 10 دقائق يوزعوا مجهودهم كمان. المدير الفني كمان بيقف يصوت ويفضل يدي ويزعق لانه حاسس ان ممكن في خطر جاي. بالظبط كده، في خطر جاي طبعا. فلكن سبحان الله مهما تقول بقى ومهما تعمل ومهما تعد، لكن امكانيات لعيبه النادي الاهلي وروحها القتاليه العاليه واصرارها على اخر دقيقه ان هي تجيب جول طبعا، هي دي الظاهره اللي بصراحه عايزه تدرس. وفي ظاهره تانية يا كابتن ماهر، مش عارف الى اي درجه حضرتك ممكن تتفق معايا او تختلف معايا حولها. يعني في كتير من الاحيان، وانا هنا مش بتكلم على اخر بطولتين ثلاثه بيشارك فيهم النادي الاهلي، بكلمك بشكل عام، ساعات كتير بيبقى النادي الاهلي داخل بطوله ما من البطولات تمام، وبيلاعب فرق كل فرقه اتقل من الثانيه، وبيعمل شويه جيمات لوز اللوز تمام، بيلعب تقايل القاره مثلا تمام، ويرجع بعد منها. بس انا هنا مش هدخل تفصيله الاجهاد في الحسبه دي يعني، ويرجع بعد منها للدوري المحلي ولاعب فريق ايا كان مين هو، ولكن هو في الاخر على قد الايد. بالظبط، متواضع جدا قوي خالص بالمقارنه بالعظماء اللي كان بيلعب. ليش المستوى ده؟ وتلاقيه كان مولع الدنيا هناك، ويجي هنا يبقى الجمهور قاعد بيضرب كف على كف. الله، مالهم دول اللي كانوا خاربينها هناك وايه اللي حصل؟ بالظبط. ايه بقى؟ هنا برضك طبعا الفرقة كريم عامله حساب النادي الاهلي، فبتلعبه بسيستم واستراتيجيه وطريقه لعب بتعطله. ايوه، يعني يروح يخنقوا الجيم بالظبط في ال 30 يارد، يقول لك اوقف له بقى هنا طبعا، عشان ايه؟ عشان ما يقومش بالواجبات او يقوم بالدور اللي هو قام بيه في كاس العالم للانديه. بس احنا برضو عندنا لعيبه حريفه ومهاريه زي عبد الرحمن وزي قفشه، المفروض يعرفوا يخلخلوا يخلخلوا عفوا التكتل الدفاعي ده. صح يا كريم، طب ايه اللي بيمنعنا؟ هي دي. فانت النهارده خلاص يا مستر كولر بقى لك معانا سنه ونص، فانت فهمت بقى. فلازم اشتغل على الجزئيه دي زي ما تفضلت يا كريم. هشتغل على الجزئيه دي ازاي؟ زي ما انت قلت، واحد ضد واحد انا عندي الامكانيات اللي انا اقدر اجيب ضربه جزاء، اقدر اجيب بالظبط ال 1 2 دبل باس، واحد ضد واحد اقدر اجيب فاولات بره ال 18 تكون مؤثره زي علي معلول. احنا شفنا في مباراه اليابان فاول بره ال 18 علي صمم انه بيلعبها. الكورسات العرضيه تبقى مؤثره، الزيادة العددية اللي موجودة تبقى مؤثرة، الكور الثابتة لازم يبقى لها تريك. أيوة خداع أكتر من كده. الكثافة العددية بقى للمهاجمين وللناس اللي بتروح في منطقة ال 18 لازم تزيد أكتر من كده، لازم نحس إن يبقى عندنا واحد واثنين وثلاثة وأربعة طبعا وخمسة طبعا وعدد موجود جوه ال 18 عشان نقدر نجبر الخصم إنه يغلط ونقدر نجيب هدف، يعني نفتح بيه التكتل الدفاعي ده. ان شاء الله نسعد كلنا يوم الخميس ان شاء الله وينتهي اللقاء بنتيجه مرضيه ومسعده لجمهور النادي الاهلي المتشوق دائما والمتعطش ابدا لاي بطوله بيشارك فيها النادي الاهلي. ان شاء الله يا كريم، نورت الدنيا كلها كابتن ماهر، نبارك لكم ونبارك لجمهور النادي الاهلي ان شاء الله يوم الخميس باذن الله. ان شاء الله نورت الدنيا كلها. بشكرك على وجودك معنا النهارده. شكرا جزيلا. شكرا. والشكر موصول بطبيعه الحال لكل حضراتكم مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، اهلاويه وغير اهلاويه كانوا بيتابعوا حلقتنا النهارده. شكرا جزيلا على حسن المتابعه، اشوفكم على خير بكره ان شاء الله. صباح الفل عليكم.